قسم من أعضاء مجلس النواب هم سبب الصراع، هم السبب. وقلت لك لأنه كان مسيطر قبل المجلس، هذا التغيير ما جاء يخدمه، يعني ما هذا 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 أحد الأسباب الخارجية. أنا من ذكرت أسباب خارجية أحدهن، وأنا حتى للسيد المحافظ ولأعضاء الكتلة قلت لهم يجب استبعاد الكل، إحنا نقعد أهل بيت بيناتكم، ومجلس محافظة نقعد مع المحافظ مع الحكومة المحلية، نقعد كلنا على طاولة مستدير ونقعد كلنا ونحل المشاكل وتنحل. إذا اعتمدنا على وأصبح هناك جلسة أولية للحل، وأصبح هناك جلسة أولية، إذا اعتمدنا على الحلول الخارجية لا يمكن حل الأمور، لأن يريد يصفي لي كل مشاكل السياسية راسنا هنا، احنا ما نقبل. بالتأكيد أنا اليوم ومعطل، يعني مستفاد من تعطيل المجلس ويحمل المشاكل انه المجلس، وهذا امر غير حقيقي حقيقه. واحنا ندعوهم، ندعو اخواننا بكتله نينوى الموحده والديمقراط الكردستان يرجعوا للحوار، ونقعد ونخدم اهلنا بالموصل. ما لنا علاقه باربيل، ولا لنا علاقه بكركوك، ولا لنا علاقه بصلاح الدين، حنا هم من الموصل، حنا خلينا ايدنا على كلام الله نخدم اهل الموصل. شنو علاقتي باربيل انا؟ وشين علاقتي بكركوك؟ وشين علاقتي بصلاح الدين؟ لماذا تتم هذه المقارنات؟ ها؟ لماذا تتم هذه المقارنات بين أربيل بين؟ يعني يعني الأحزاب والكتل كلها جاية من قيادات خارجية، أغلب قيادات خارجية. يعني اليوم أنت الديمقراطي الكردستاني قيادته بأربيل، عندك أكو كتل قياداتهم في مكان آخر، في صلاح الدين أو في بغداد أو في هذه. إحنا ما نقول يعني هذه الخلافات والصراعات الداخلية اللي تحدث في 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 خارج المحافظة أو محاولة الاستحواذ على مقدرات هذه المحافظة، بالنسبة لنا احنا كمجلس محافظة مرفوض رفض قاطع، حتى لو تصل إلى أنه نموت، ما ممكن أنه نقبل أنه يجي شخص يستبيح أموال أو مقدرات النينوى. مقدرات نينوى لها النينوى، حنا قسمنا على هذا الموضوع وسنقاتل من أجل هذا الموضوع.